السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم تتناول How to lay out your mark، شلون انت راح تخرج خريطتك ايا كانت خريطتك، تمثل خريطة ادارية، خريطة جغرافية، خريطة ديجيتال اليفيشن موديل، خريطة تمثل اللاند كفر لاند يوز، خريطة تمثل السويل ماب نوع التربة والتكستشر، خريطة تمثل الديستريبيوشن لأي شيء معين مثل الوذر ديستريبيوشن غيرها anything. شلون أنا أقدر أخرجها بشكل مثل ما نقول إنه يوفي كل المتطلبات الرئيسية يعني بأسرع أو بأسهل طريق. أول شيء أنا من أجي أسوي اللاي أوت الخاص بيعني الإخراج، ما يعني عبطا أجي أخلي مفتاح خريطة، ولا أكو فد مواصفات معينة. راح أترك لكم هذا اللينك صندوق الوصف بالديسكريبشن. موقع عزري، أكيد كل إحنا نعرف موقع عزري اللي هو أصلاً المصمم الرئيسي لبرنامج الآرك ماب. فعنده فد مواصفات معينة اللي يقول What is the page layout؟ إيش تتضمن البيج layout؟ تتضمن هذه المواصفات، تتضمن اللوكتر ماب داتا اللي هي الخريطة الرئيسية للشكل الكلي. وهنا أنا يعني شلون إنه أنا الخريطة الكلية وأنا إيش راح أستقطع وأدرس من عندها، وين راح تتركز دراستي. أيضا تتضمن التايتل، تتضمن الاتجاهات الأربعة إلها، تتضمن مقياس الرسم، تتضمن الليجنس اللي هو مفتاح الخريطة، تتضمن اتجاه الشمال، وأيضا تتضمن علامة البلد إذا أنت كنت تدرس ضمن بلد معين علامة هذا البلد، وأيضا التفاصيل. وهنا الخريطة الرئيسية، وهنا الديتيل ماب اند داتا فريم أيضا تتضمنها. فهذه المواصفات الرئيسية المطلوبة حتى أني أخرج أي خريطة. قلت لكم إنه راح أترك لكم هذا الموقع يعني بصندوق الوصف description. هسه راح نجي على خطوة خطوة. أول شيء أنا عندي هاي الخريطة أريد أخرجها، تطلع كطبقة واحدة كصورة، ممكن أني أرفقها ضمن ملف بيبر thesis anything discussion مؤتمر conference أنت تريد تناقشها أو ضمن كتاب معين. شنو أسوي؟ أول شيء أروح على هذا الخيار اللي هو layout view، اختاريت layout view سوالك ياها بهذا الحال. نجي أنا خريطتي حسب إيش تحتاج، تحتاج تخريج عمودي أم أفقي. يعني شنو معناتها؟ معناتها إنه أنا خريطتي هل تتناسب مع الإخراج الأفقي أم العمودي. إذا كانت الخريطة اللي أنا أريد أخرجها بالشكل العمودي فأكيد راح يناسبها الإخراج العمودي، لكن إذا كانت هي بشكل أفقي فيناسبها الإخراج الأفقي حسب خريطتك. إذن هذا التحويل مو شيء إجباري وإنما حسب الخريطة اللي أنت راح تخرجها. أنا خريطتي يناسبها الإخراج الأفقي، فأروح على فايل، هو هذا الخيار موجود بيج أند برينت سيت أب، أضغط عليه راح أقول له منه لاندسكيب. بعد ما قلت له لاندسكيب راح يقول لي هذا الأفقي، هالشكل راح تكون مواصفاته، بينما العمودي هو هذا اللي أصلاً موجود بي. فأنا أختار الخيار الأفقي، أقول له أوكي، فهذا هو الخيار الأفقي. نجي الخيار الأفقي. هسه مجرد ما أنه أنا أريد أدخل هذا نلاحظ هنا هسه نسوي عملية الإخراج. هسه بعد ما إنه اختارينا نوع الورق الطباعة اللي هو يكون بشكل أفقي أو العمودي، هسه نقدر بهذه الحالة إنه أنا أسيطر أو أضيف عمليات الإخراج الخاصة بالخريطة. إيش تتضمن هاي عمليات الإخراج الخاصة بالخريطة؟ تتضمن أول شيء التايتل، أول خطوة به هو التايتل. هسه بس خلي أكبر لكم الخريطة اللي إحنا نريد نخرجها.
هاي الخريطة اللي أنا أريد أخرجها أحاول أخليها بشكل متناسق يتناسب مع إخراج الخريطة، لأني بعدين أحولها بشكل ملف PDF أو بشكل صورة فما تتغير. فهسه احنا نسوي اول خيار اللي هو خاص بالاخراج. اذا نرجع قلنا على موقع ايزر اللي بيناه انه شنو هو يتضمن، مثل التايتل ابلش انه انا بالتايتل، اروح على هذا insert اختار تايتل. بعد ما اختار التايتل دا يقول انطيني العنوان اللي انت راح تضيفه لهاي خريطتك، شنو راح تسميها انت؟ اكيد حسب انت الاخراج اللي يعني تريد تخرج بيها التسمية راح تكون بهذا الشكل وياها. فهسه انا راح اسميها الوذر ستيشن ديستريبيوشن، تمام عيني؟ فهسه هاي الوذر ستيشن ديستريبيوشن. فبعد ما قلت له هذا الاسم راح اقول له اوكي، راح ينطيني البروبرتيز او المواصفات وين اثبت الاسم، وين راح يكون مكانه، ترتيبه، هاي الامور. بعد ما نكمل التايتل ننتقل للخطوه الثانيه، ننتقل الى مثلا مقياس الرسم، ننتقل الى خطوة يعني هاي خطوات. هذا هو العنوان. العنوان هسه اجي انا ادخل عليه على البروبرتيز مالته، تمام هذا العنوان، هذا كتكست فايل. هسه العنوان بما انه انا سميته بهذا الشكل بيست وذر ستيشن ديستريبيوشن، هسه نجي انطي ايش قد اروح على الحجم والبوزيشن، الموقع مالته وين اريد اثبته اني اثبته، تمام عيني. ثبت البوزيشن، ثبت الموقع الخاص بي، اقول له اوكي، فراح يتحدد لي بالمكان اللي اريده اني او اثبته بي اني. وكذلك اقدر ايضا اخليه بولد او غير من هذه الامور، يعني هذه الامور الترتيبيه او التنظيميه تكون خاصه بالشخص. فأكو مواصفات أنا أقدر أضيفها للخط اللي هي خاصة بي، شنو هو السمبل كاركتر أو السكتر مالته، اللون اللي أنا مختارة، كأن أحدد أي لون آخر أنا، هاي أول صفة. ثاني شيء نوع الخط، تقدر إنه أنت تحدد نوع الخط، كذلك تخليه بولد أو لا، مائل أو لا، تحت خط أفقي أو لا، يعني هاي نفس مواصفات الوورد بالضبط، عمليات تنضيد اعتيادية. بعد ما تعطي كل هاي الأمور تقول له اوكي، تختار ايضا موقع وين تريده، جانبي، وسط، يعني حسب مكانه انت وين تريده، فراح يثبت لك اياه. بعد ما اختارت هذه الخيارات كلها راح تقول له اوكي، راح يثبت لك اياه بالمكان اللي انت تريده. كذلك ايضا اذا اكو مواصفات ثانيه اللي هي حجم الخط، تقدر انت ايضا تغير حجم الخط. يعني شلون اغير حجم الخط؟ من هنا ادخل على الاوبشن الخاص بي، اغير حجم الخط، بالتالي اقدر اني اكبر التايتل او اخليه بالسايز او الحجم المناسب. من هنا بعد ما اختاريت اقدر من هنا اغير حجم الخط، اختاره كان يكون 22، اقول له اوكي، ابلاي، طبق لي. بعد ذلك اقول له اوكي. هسه راح ينزل العنوان هنا بالحجم الجديد. بعد ما كملنا العنوان، هذا هو العنوان، بعد ما كملناه اروح انتقل للخطوة الثانية اللي هي خطوة، هذا هو العنوان اللي هو سميناه بالweather station distribution. هسه انتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية شنو تنص؟ تنص انه انا ايش اقدر اضيف. اروح على نفس الخطوات اللي هي insert. insert هسه انا ضفت التايتل، اروح لمن اضيف؟ اضيف مثلا legends او اضيف النورث رو اللي هو اتجاه الشمال، اختار اي واحد اللي يمثل لي النورث رو، يعني لا على التعيين اختاره، هو اللي يعني يوضع او يتمثل بالجانب بشكل افقي. دائما انه الخيار راجع للشخص نفسه. واكو ايضا مواصفات بوضع الرموز، احنا ما نحب نتدخل يعني نتعمق بيها، تخصص الجي اي اس العميق، كل ما شي يمثل لي هذا وين اختاره، تمثيل الترب وتمثيل الطرق، يعني بصورة عامة انت تاخذ اي اتجاه يمثل لك، اتجاه الشمال
وتثبته يكون خاص بيك بالعمل. بس احنا راح ناخذ هذا ميبي ميبي هذا. بعد ما اخذناه ثبته نقول له اوكي ثبتناه. هسه نسحبه افضل استخدام الماوس لانه باللابتوب والاستخدام التاتش الاعتيادي راح يكون ياخر وياخذ وقت مؤذي نوعا ما، فالتاتش الماوس افضل. بعد ما كملنا اختيار اتجاه الشمال هسه نروح نسوي الخيار اللي بعده. الخيار اللي بعده هو اللي هو النث لاين. يعني شنو معناها هذا؟ معناها انه انا لازم اقدر انه اعمل هذا التخطيط اللي يكون من هنا بالجانب، تخطيط اللي يكون هسه. فنجي على اول خيار اللي هو البولدر، تحدد انت يعني تعطي مثل ما نقول انه تحديد هذا الخط تقدر تسويه او ما تقدر تسويه، يعني في شيء راجع الك. اوكي يعني هذا انه انا احدد شقد شقد هاي الخطوط شقد انطيها راجع للشخص نفسه. ايضا نرجع الى انسيرت، اقدر اختار السكيل بار. السكيل بار مقياس الرسم تختاره انت منه، اي واحد يمثل لك العمل اللي خاص بيك انت تختاره بعد ما اختاريته تروح على البروبرتيز الخاصة بيه. اول شي شو يمثل لك هو؟ يمثل لك لازم كيلومتر، اذا ميل حول الكيلومتر. وين تريد تخلي الليبل مال البوزيشن؟ افتر بار انا اخلي دائما بلو سنتر، تحت السنتر. اللي دا يقول لك انه راح نخليك الليبل يقرب الكيلومتر، نعم اوكي. فهسه بما انه بعد حددنا هذا الخيار الفورمات يعني السكيل الخاص بي، هسه نقول له اوكي ونرجع من هنا نسيبه. راح يظهر لنا السكيل بار الخاص، نثبته دائما السكيل بار يكون اسفل الخريطة او اسفل الخارطة هنا. بعد السكيل بار نثبت الليجنز وبعدها نثبت الجريد. هذا هو السكيل بار، مجرد ما انه راح انقله الى الاسفل. هسه بعد ما انه ثبتنا السكيل، بالمناسبة اقدر ايضا اتحكم بالبروبرتيز الخاصة بي، يعني معناها اقدر انه ايضا اثبت اغير اللون اضيف بعض الخواص. هسه بعد ما انه ثبتنا السكيل بار عندنا الخيار اللي بعده هو خيار الليجنز. الليجنز يعتمد على يمن، اول شيء يطلب من عندك شنو راح تسميه له انت التسميات. دا يقول لك انه هاي التسميات الرئيسية، عندك الريش والفاينل، عندك هذولي، فانت راح تحددهم الى تقول له نيكست. نعم يعني هي خياراتك راح يدخلها كلها ضمنها الها ليجنز ضمن او تدخل ضمن مفتاح الخريطة. فهسه نجي عليهم خيار خيار. البولدر يا انه بولدر تحتاجه انت لون او بدون بولدر، الباك جراوند ابيض مثلا، الجريد غيرها، نيكست، الليجنز. يقول لك هنا المواصفات اللي راح اضيفهم لك اني شنو تريد انت، فتمام. هسه نجي ونعدل عليه. فهذا هو اللي ينطيك هنا الليارات شو تمثل لك، كل لير شو تمثل. فهسه انا دا قلت له فينش وانطاني الرسم الخاص بي، اقدر اني على هذا الاساس اغير او احذف او ارفع او اشيل اي شيء. هسه نجي ونغير شويه شويه. طبعا لازم نعطي عنوان للليجنز، العنوان ايضا لازم يتضمن شنو اني راح اوضح او اشرح. فهسه انا اذا اريد شنو الاشياء اللي اخرجها، هو طلع لي يعني الكثير من البرانشات هنا. فاي خيار اني اريد مثلا اخرج فقط الريتش يمثل للريش والوذر ستيشن ديستريبيوشن، فاي شيء زايد اضغط عليه منها اضغط هذا الخيار يختفي. فهسه بقى اثنين
أزيد عليهن، أقدر أزيد عليهن من هنا، أختار هذا الخيار مثلاً، ضفت كذا، ضفت كذا، ضفت ضفت ضفت، كأن يكون هسه الخيارات المتوفرة إنه اللي أحتاج أوفرها أني أو أخرجها من هالشكل هذا، بينما لا أنا جوز أحتاج فقط الاثنين. فشلون تحذف؟ تحذف من هذا الخيار وتضيف من هذا الخيار، تضيف من الرئيسية الماب لاير اللي هي موجودات من هنا. بس أنت يا اللي تحتاج اللي تخليه ضمن الليجنز آيتم فقرات المفتاح الخريطة، ايش تحتاج تخليه؟ تضيفهن هنا. يجوز تحتاج تخلي فقط نقطة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ما تحتاج دول كلهم، تحذف من هذا الخيار. تمام عيني؟ إذا تحتاج لأضيف أكثر تضيف من هذا الخيار، يا اللي تحتاج تضيفه تخليه تبقي. تمام؟ شوف هسه عندك خيارات كثيرة هنا، أنا أحتاج فقط اثنين، فبما أنه أنا ثبتت دول الاثنين خلاص هذا العنوان هنا مثل ما قلنا. زين إذا احتاجت أنا كفد نقطة بس تسميتها غلط، يعني هنا أنا مثلا أنا ما حابة هاي التسمية أريد أغيرها، فأروح على هذا الخيار أقول له أوكي هسه أنا سمالي إياها بهذا، سوالي إياها فقط اثنين، أروح على هذا الخيار على البروبرتيز مالته، فأقدر منه أغير عنوانه من الجنرال، تروح على أول خيار مال هاي اللاير الجنرال، تروح تغير الاسم اللي خاص بيها. كان أنا هسه وذر أرد، مجرد أخلي الرقم أكبر، العفو الحرف أكبر، وذر ستيشن ديستريبيوشن. تمام؟ هسه بما انه قلت له اوكي اخذ هذا الخيار تغير ايضا هنا. تمام عيني؟ صار وذر ستيشن ديستريبيوشن. نجي على الشريط انا اعدل بيه، اقدر اضيفه واعدل بيه، اغير بالبروبرتيز، اغير هاي هنا الايتم، بدي نوضحها، اللاي اوت شنو مواصفات اللاي اوت، تواجدهن وين، كلهن دني انا اقدر اتلاعب بيهن او اضيفهن او اخرجهن على حسب. طبعا بالمناسبة ايضا الـ الكلمات دن هنا سلكت ال اثنيناتهم سويناها سلكت، الجزء الحجم انا اللي موجود عندي مو الحجم الصح او اللي اريده، انا اريد هسه مثلا اختار يا لون انه انا اخرجهم بي، هاي اول شيء بولت او غير بولت، شنو نوعه مثلا اختاره تايم نيو رومان، اي يعني مو فد انت شنو تحتاج باخراجك. تحتاج يا خط يا نوع، فأنا على هذا الأساس سهل ثبتت تايم نيو رومان، كذلك الحجم أقدر أنا أخذ الحجم اللي أثبت به، هاي المواصفات يعني هم أيضا ضرورية، أقول له أوكي أبلاي هسه أنا ثبتهن إلي، فبعدين أقول له أوكي هسه بدي أبقيني بهذا اللون، أغير اللون إلى لون آخر، no problem، يعني ماكو مشكلة عندنا إحنا بهذا الموضوع. أقول له أبلاي، تريد شو تريد أنت تسويهن، كولوم واحد أو كولومين، هذا الخيار يفيدك، الأيتم أوف كولوم. إذا كانت عندك عدد المخرجات هواي فراح يصير الليجنس كلش طويل عمودي، فحتى يترتب أكثر نسويه بشكل كولومين. إذا كانت عندي مساحة أفقية من أنا يعني يعني فائضة مثل ما نقول عن حاجة الخريطة الرئيسية، فممكن أسويهن كولومين، فهذا يفيدك الخيار إنه تعمل كولوم أو كولومين. بما إنه هسه عندي خيارين هنا فما أحتاج أسوي كولومين، فأبقي كولوم واحد خلاص. أوكي يعني أنا أقصد على هذا الخيار، لو كانت عندي كثير من الأخر لا كان أنا سويته كولومين. تمام عيني؟ فهسه الليجنز الخاص بهذا الإخراج أنا أقدر انه اسحبه ويكون في مكان ما هنا قريب علي هاي الخيارات، انه تقدر انت تسويها او انه تخرجها بالاخراج الصحيح. فهسه بعد ما خرجتها انت فنقدر عن طريق هذا الشيء هسه نلاحظه هنا الوذر ستيشن ديستريبيوشن وهذا الريتش ايضا، فتقريبا نقدر نقول هسه بقت لنا فقط الاتجاهات الخاصه بالخريطه. الاتجاهات شلون؟ اروح على بروبر هنا انا اضغط في اي مكان، اي مكان موجود هنا أنا، وادخل على بروبرتيز الخاصه، البروبرتيز اضغط هذا خلي هذا يتفعل، ادخل على بروبرتيز هاي البروبرتيز، ادخل هنا أنا. هسه اروح على جريد، الجريد اقول له نيو جريد، نيكست next next finish، هسه اختار بين لي الجريد، اروح على
قبل ما اقول اوكي اروح على البروبرتيز، انا اريد الجريد يظهر فقط بالجوانب النهائيه، ما اريده يظهر لي بداخل الخريطه، فاروح على اليمين على الليبلز. الليبلز بها خيارات، تريد تظهر انت التقسيمات الخاصه بالجريد داخل الخريطه، اوكي قل له شو، يعني من الاطار الى داخل الخريطه، تريد تظهرها فقط داخل هذا، انت يعني حسب المخير، هذا هو اللاين، عفوا ضمن خيار لاين اللي هو خاص بالريفرنس سيستم بروبرتيز، شاو از جريد اوف لاين، لو شو از جريد اوف تك، لو لا دونت شو، هسه شو از جريد اوف تك، نطبق احنا خيار خيار ونستخدمها. فهسه اذا استخدمنا هذا الخيار شاو از جريد اوف تك يعني للاطارات، او دونت شو اللاين اور تك يعني شيء ما تريد تبينها. هسه اذا قلنا احنا اي خيار وانطيناه الخيار، فاذا هسه قلنا اوكي هنا أنا من هذا الخيار ثبتناه، راح نشوف شنو يظهر لنا. اي شيء انا اريد اعدله اقدر اسوي له تعديله بشكل بسيط. هسه هنا ما ظهر لي اي شيء، فما يفيدني انا هذا التقسيم معناها. فشنو اسوي؟ اروح عليه مره ثانيه بروبرتيز، على البروبرتيز ادخل الجريد، صارت بعد هي اقول له شاو بين لي اياها از جريد اوف تك يعني للجوانب، يعني انه تظهر لي فقط بالجانب الموجود من هنا. فهسه طبعا راح تظهر لي، بس المفروض انه اني اغير بالبروبرتيز الخاصه بها. من هنا هسه الجريد قلنا احنا هاي الستايل مالتها الخاص بها، اقدر اني ايضا اتحكم بها بالكوردينيت سيستم الخاص، يعني شنو معناها؟ شنو ابين انا ضمن الداتا فريم الخاص بها؟ فهسه اذا نرجع على خيار خيار خاص بالكوردينيت سيستم المختار غيرها حتى انا اوضحهم ضمن الجريد حتى يكون واضحات، فشنو اختار؟ راح يكون هنا متبينات امامي. فاول خيار للتوضيح يبقى فقط الخيار الاخير اللي خاص بك، انه انت تقدر تضيف انه اتجاه الشمال او غيرها، الاخراج الخاص به النهائي، تروح على فايل تقول له منا اكسبورت ماب، صدر لي الخريطه، وتقدر تصدرها على شكل ملف بي دي اف، وعلى شكل صوره، او اي خيار انت تحتاجه. هذه الخيارات المتوفره امامك للتصدير بي دي اف، غيرها تيف، كصوره، اني ثينك، تقدر تصدر انت عن طريق الخريطه وتحفظها بالمكان اللي انت تريد تحفظه. فان شاء الله يكون درسنا هذا اليوم قدر الامكان قدرت اوفي بكل المتطلبات الخاصه باخراج الخريطه، واذا اكو اي سؤال او استفسار تكتبوا لي بالتعليقات. ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات قادمه، دمتم بامان الله وحفظه.